ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وشرفنا في الاستوديو السيد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا يا ستة. أهلا دكتورة أمنية. أهلا وسهلا. خبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس. أهلا بيك يا فندم. أهلا شرفتوني يا فندم. أهلا بحضراتكم. أنا عارفة أن الوضع الاقتصادي في مصر هو وضع مش سهل على حد، ومصر فيها أكثر من مستوى ثقافي ومستوى إدراكي ومستوى مادي، ففي بعض طبقات المجتمع ممكن تتفهم إن إحنا في عنق الزجاجة، وفي طبقات أخرى لا تستطيع التفهم سواء نفسيا أو اجتماعيا. هل يا سيادة اللواء معدلات الجريمة بترتفع مع انخفاض المستوى الاقتصادي؟ هل في بينهم وبين بعض علاقة عكسية ولا إيه؟ ممكن تسمحي لي فضل. نبدأ بالدكتور. طيب. ليه؟ حاضر. عاوز يوضح لي الوضع الاقتصادي الأول واللي بيه، لأن أنا زاوية أمنية. أيوة. السؤال بتاع حضرتك هجاوبه، انعكاسات الوضع الاقتصادي على الجريمة. تمام. بس معلش يعني خلاص، يبقى احنا هنيجي الدكتور كده ما تطولش بقى وتاخد مني الوقت. لا ما اقدرش. طيب. شرف ليا ان حضرتك تقول حضرتك لو سمحت. تمام. صنف لي الازمات الاقتصاديه على المواطن العادي. تمام. نتائجها السلبيه بتظهر في صوره ظواهر بالفعل، ايه سواء بطاله وما الى ذلك. تمام. حضرتك ممكن تحدد لي انواع الظواهر اللي ممكن تظهر على مجتمعنا من انخفاض المستوى الاقتصادي اللي يعتبر مفاجئ على مجتمعنا؟ أولا في البداية بشكر حضرتك إن كده فتحت الموضوع ده المهم جدا، لازم نوضح للناس أشياء مهمة. ولما حضرتك بتفتح الموضوع ده معنى مش الدولة المصرية في أزمة، تمام؟ كما بيصورها الآخرين. لا، إحنا عندنا ظاهرة، الظاهرة بنناقشها، بنحاول نحللها، نوصل لمفهوم مرضي لجميع الأطراف سواء للمواطن أو حتى للقيادات اللي قاعدين بيحللوا المشكلة نفسها. احنا بالفعل المواطن المصري اتاثر سلبيا بالخطوه الاصلاحيه او نقدر نقول عليها شريط القطر اللي احنا بقينا ماشيين عليه عشان نصلح الوضع الاقتصادي بالنسبه لنا. من بعد 2011 ما عنديش موارد، ما عنديش النهارده استثمارات، ما عنديش النهارده عجله انتاج، كل ده اثر بالفعل، ادى الى تاكل دخل المواطن المصري بما فيها تاكل الدوله داخل الدوله المصريه. قدرت الدوله المصريه النهارده يبقى فيها نوع من انواع التردي في الخدمات، قدرت انها تقول والله طب انا عندي اولويات، اوفر اولويات لكذا، فاهملت في جزء من الاولويات فتفاقمت المشكله. فين بعد ابتدينا خطة الإصلاح الاقتصادي من بعد 2014، ابتدينا نشوف ايه الوضع النهارده اللي بتمر بيه الدولة المصرية عشان اقدر انقذ ما يتم انقاذه سواء من بنية تحتية او من بنية فوقية، واقدر اعمل بعض الخطوات اللي انا اقدر اجذب بيها بعض المستثمرات من الخارج او من الداخل عشان عجلة الانتاج ترجع تشتغل تاني. في الفترة دي ابتدينا نتعامل مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي زي ما احنا عارفين هو اللي روشت، مش عايزين نقول شروط او الدوله المصريه هي اللي حاطه الخطه، هو اللي روشته. الروشته الاصلاحيه بتاعته اول حاجه بيجي يبص عليها على خانه كبيره جدا، يقول لك الدوله بتتكفل بمين. هو حضرتك الدوله المصريه هي اللي حاطه الخطه لصندوق النقد الدولي ولا العكس؟ لا والله، انت لو رحت تاخدي كارد من البنك يقول لك والله انا شروطي كذا، تمام؟ ولو رحت النهارده تقدمي لكليه شرطه وسياده اللواء عارف انا شروطي كذا، تمام؟ فبغض النظر مين اللي قدم اللي تروحه، احنا بنتكلم في روشته موجوده اصلاحيه. طيب. اللي عايز يمشي عليها ادي الروشته، ايه تاكل كذا وتبطل اكل كذا والنهارده تلعب رياضه والدواء ثلاث مرات والكلام ده كله. فاحنا بنتكلم النهارده اول نقطه ابتدى يبص ليها النهارده الصندوق قال لك انت بتدعم، لا شيل ايدك مع الدعم. انا النهارده بالنسبه للمواطن المصري اللي خرج متعور من الاحداث دي كلها، عندي النهارده 25 يناير و30 6 ومفيش عجله انتاج والدخل بتاعي عمال بيتاكل والنهارده فرصي في الشغل عماله بتقل والوضع الاجتماعي عمال بيزداد سوءا، كل الكلام ده كله ما اقدرش اجي ابص على سبوت مره واحده واجي اقول لك لا اصل الدعم لازم تتحرك فيه، لا اصل العمله بتاعتك مش تساوي النهارده قيمتها الحقيقيه، لازم تحرر. كل الكلام ده ادى الى مردود عكسي بالفعل على الاسره المصريه. كان وسيادة اللواء يصحح لي المعلومه دي، بالفعل كان عندي مشكله في الجريمه العامه في الدوله النفسيه المصريه نفسها، تنقلت هذه الجريمه واصبحت النهارده داخل الاسره المصريه، اصبح النهارده في صراع داخل الاسره المصريه، سواء عشان مستوى البطاله، سواء نزاع على الورث، سواء نزاع النهارده ما بين الراجل وزوجته. هل ده كان 2014 ولا احنا كان برضو عندنا ده ولكن بنسبه اقل قبل 2014؟ بنسبه اقل بالفعل، احنا كنا بنسبه اقل وكل سنه تقريبا النسبه بتزيد، يعني معدلاتنا في 2006 مع مع انخفاض مستوى الاقتصاد. معدلنا كان في 2006 طبقا للتقارير العالميه كلها ان احنا تقريبا حوالي 2.7 جريمه في اليوم،
تمام. احنا بنتكلم النهارده حصل تقريبا في النشره الاخيره بتاعه 2016 عندنا زياده في معدل تقريبا القتل عمد حوالي 130%. عندنا بالفعل النهارده معدل السرقه بالكراهه 350% زياده، عندي معدل سرقه العربيات 500%. كل الارقام دي كلها لازم نبلور في حته مهمه جدا. لا بس حضرتك ممكن تكون حاسب الفتره بتاعه الثوره. لا احنا بنتكلم على التقرير طالع في 2016 من المنظمه العالميه. ده بس لازم نوضح عن حاجه حاجه الارقام عن فتره قد ايه التقرير طالع في 2016 عن 2016 تمام. لازم نوضح حاجه مهمه جدا عشان برضو نبقى لمين الموضوع عشان ما نخضش الناس. ايوه احنا عددنا 100 مليون بني ادم او 104 مليون تمام. اجمالي الحصر اللي بيتم ده كله في حوالي 5800 حادثه او وقعه تمام، و40000 حاجه جنائيه. يعني احنا بنتكلم النهارده كل اللي احنا عمالين بنتكلم 5800 ما زلنا حتى الان واخد بالك بعيد عن نسبه حتى النص في المية عشان برضو نوضح للمواطن المصري. في تردي، في زياده في المعدلات، مش عايزين نوصل للمرحله دي. النسبه دي بالنسبه للدول المماثله عاليه ولا طبيعيه؟ لا عاليه، احنا ترتيبنا على الدول عالية. العربيه 3 وترتيبنا على العالم 24 تمام. فهي بالنسبه للعالم عاليه مش قليله. بس احنا بنتكلم النهارده انا ماشي بالتوازي بالفعل مع خطه الاصلاح الاقتصادي، بيحصل تعثر، تقاتل دخل المواطن، مش قادر البي احتياجاتي، مش قادر اشغل ابني، مش قادر اجهز بنتي، واخد بالك؟ بيحصل النهارده الدخل بتاعي مش قادر اوفي بيه. كان زمان لما بتحصل الصراعات الاسريه دي، عشان هو ده الجديد على الاسره المصريه، لما بتحصل صراعات انا بربي ابني عشان يتعلم، بقدم ابني بضربه عشان يتربى، خلاف مع زوجتي عشان مشاكل شخصيه. طيب النهارده اصبح النهارده نقدر نقول العبء الاسري النهارده الاقتصادي اصعب من الاول. جرائم القتل وجرائم الانتحار والنهارده البطاله مأثره والادمان النهارده مأثر. اصبح النهارده الاسره المصريه اصبحت تعاني اقتصاديا من الدخل بتاعها، فبالتالي ابتدى النهارده المؤشر ينحرف، ما بقاش ماشي على الطريق الطبيعي بتاعه. الخطوره مش في كده، الخطوره النهارده النسبه اي نعم بسيطه ومش عايزينها تكتر، بس لو تعودنا على الكلام ده هتبقى هنا الخطوره. لو الارقام دي بقى فيها النهارده بشوف واحد بيسرق واحد بقى طبيعي بالنسبه لي ده الخطر تمام. بعد كده واحد تاني، وبعدين الارقام دي هي بالفعل ضئيله جدا، ولكن في مش مسجل، في النهارده بيحصل النهارده بالشارع المصري الطبيعي بس مش مسجل، انما في مرحله ما قبل الامان كمان ان شاء الله. يعني احنا لغايه دلوقتي ان شاء الله خير ان شاء الله. ايوه يا فندم.